غرب مدينة الموصل توجد هذه الخسفة المعروفة ببئر علو أو خسفة تلعفر، حيث تعد الخسفة الثانية ما بعد خسفة جنوب المدينة والتي راح ضحيتها 2070 شخصا. فخسفة تلعفر هي الأخرى التي ألقى بها تنظيم داعش مدنيين ومنتسبين وحتى أطفالا صغارا، مع تجاهل حكومي لحقوق ضحاياها حتى هذه اللحظة. نحن الآن متواجدين في أبشع مكان، وهو بئر علو عنتر أو بئر الحمام أو الخسفة الصغيرة اللي انقتل فيه الآلاف من المواطنين ومنتسبي الشرطة، وكذلك المواطنين العاديين قتل ورمي جثثهم وكذلك رميهم حيا في هذا المكان المأساوي الذي يظهر أمامنا. وكان هناك يعني استخدام أساليب بشعة من قبل داعش المجرم في حق هؤلاء الضحايا، في حق هؤلاء المواطنين العزل. نناشد الحكومة المركزية ومجلس البرلمان العراقي وكذلك رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي بإنصاف ضحايا هذا المجزرة. والله عوائل بي أطفال ونسوان وشباب وزلم كبار. خسفة تلعفر وبحسب شهود عيان ومراقبين لشأن الواقع الموصلي ابتلعت أكثر من 1000 شخص من أهالي المحافظة بمختلف أطيافهم، فعوائل الضحايا لم تحصل حتى هذه اللحظة على أي حقوق أو تعويضات. المكان يسموها بئر الحمائم أو ما يسمى بخسفة، بها كثير من الناس اللي قتلوهم الدواعش من شيعة تلعفر والمنتسبين اللي قتلوهم واليزيديين، يعني بيها كثير من الطوائف موجودة بهاي المكان. العدد ما معروف بس أكثر من 1000، يعني قبل كانت تبين، ما كانت تبين الحفرة من العمق، بس هسه تبين يعني واضح. مرارة الواقع الخدمي وكوابيس حرب التحرير وجرائم تنظيم داعش، كل هذه لا تزال في الأذهان عالقة حتى الآن. فمشهد الواقع يختلف عن مشهد الحكايات وحديث الساسة خلف شاشات التلفاز. من غرب مدينة الموصل، سعد منصور، التغيير الفضائية.